نفسك ومن أي شركة؟ روزي جنادري من كريستيان أور. نحن من لبنان بس مقيمين هون بالإمارات، والديزاينات تبعنا بتتصنع بلبنان وبالإمارات. إيه أول مرة شاركوا في المعرض؟ لا تقريباً قبل ما أنا أتولد. لا نحن بنشارك من زمان، من أكثر من 30 سنة، والوالد بقاله زمان بالخليج، فبين السعودية وقطر وأبو دبي دبي بحرين everywhere. تمام. عندكو معارض تانية بشاركوا فيها خاصة المجوهرات ولا هو معرض مجوهرات ده بس؟ عندنا بالسنة حوالي 16 معرض، هنا 16 معرض هدول بس بالغلف بالجي سي سي. عندنا عندك في ستيت، عندك في برازيل، في إيطاليا، في يوروب، في يوروب أخويا مثلا إحنا. أسألك سؤال، أنتوا أي نوع من أنواع الماركتينج بتفضلوه للمجوهرات، الحاجات البراندد ولا الأونلاين؟ كوميرشال فيديو، ان انتوا تاخدوا فيديو خاص بالشركه بتاعتكم ومنتجاتكم وتبتدي ينتشر على الاونلاين. اوريدي موجود، اوريدي بتاعتنا موجوده اونلاين. كريستيان أور لا بيكتشرز اند فيديو، عندنا الفيديو طريقه التصنيع بتبتدي من اول ما بترسم القطعه البيضاء بتطلع من المصنع للاند يوزر، كل هيدا موجود عندنا. بس انه دوكيومنتري عن الشركه لا بعد ما صار توفيق ان شاء الله كل معرض بنلاقيكم. ميرسي جدا ليكي وزيز، ثانك يو.